أمي بآخر أيامها كتبت وصية. أمي؟ إيه؟ أنا مثلك تفاجأت، لأنه الحقيقة بتعرف أنت هو شافت بستان صغير بزاروبة وبيت، يعني بيت صغير، يعني دول ورثتهم عن أهلها بآخر أيامها. عقل، قال لك كل إنسان بروح بيعمل وصية إن شاء الله يعني على خروف. أنت بتعرف شو مضمونها؟ يعني مين المحامي اللي كتب لها؟ والله نسيت شو اسمه، بكل احوال اللي عشان بقول لك شو اسمه. المهم يا سيدي، بهالوصيه شافت هالارض اللي بالزاروبه وهذا البيت المهرهر اللي ناطور ما بيقبل يسكن فيه. طيب، فانا قلت لحالي. شو قلت لحالي؟ يعني انت ما شاء الله الله عطيك ومستقر بلبنان وانا قاعد بالشام، فقلت انه شو بدك اياهم؟ يعني انه ليش ما بتتنازل لي عن حصتك بهالورثه وبتصير يعني الورثه كلياتها باسمي وبنخلص من قصه الوصيه ومن كل هاللبكه؟ طالما هو يعني البيت ناطي وشقفه ارض ونص الحاره يعني، وانت ما رح تسكن فيها، ما تواخذني يا اخي سهيل. يعني انت لا عندك لا ولد ولا بلد، مضبوط ولا لا؟ صحيح. يعني بدك تورده؟ يعني كنت عم فكر انه بيعهم. بيعهم؟ ليش بدك بيعهم؟ إذا محتاج مصاري اللي أنا بعطيك. هو مو قصد اللي قديش بدك من عيني؟ أي قبل أي، أنا جبت لك معي ورقة تنازل وورقة وكالة، يعني إذا ما بدك تتنازل لي بتعمل لي وكالة عند الكاتب بالعدل وهيك بننهي الموضوع. مثل هاي شو؟ كيف يعني؟ يعني شو ورقة توكيل هاي؟ يعني بحال انه الامور ما كانت منيحه او ما قدرت تنزل على الشام لحتى تفتح الوصيه قدام المحامي، هذا التوكيل بيمشي الحال. انا بحضر، انت لا تغلب حالك، هيك برتاح انا وانت. لا حبيبي، انا لا تاكل همي، انا راح اكون موجود، واذا سعاد ما بدها تصطفل انا هيك عندي نزل على الشام. والله هي شغله الوصيه يعني شغله لي بالي. شو الحاجه؟ شو بدها؟ بعدين ما كانت تعمل شيء من غير ما تسالني. جابر ما فيك تجي من ورا مثل الحرامي، بحسالك. طيب خلص، يعني ليش هالقد مكبرينا؟ مالنا مكبرينا، هي بالاصل كبيره. انت ساعه بتحسسيني انه الدنيا قايمه فوقاني تحتاني، وساعه بتقولي لي ما في شيء. يعني اذا فلتت الامور من بين ايدينا شو بدنا نعمل؟ شو عم تحكي انت؟ بعد 45 سنة بدها تفلت الأمور من بين إيدينا؟ والله بعمل أي شيء، بعمل المستحيل. أصلاً الليلة أنا نازل على الشام شوف المحامي، لحقه أحكي معه كلمتين. ليش لا تروح على الشام بهالظرف؟ خليك هون وأحكي معه تليفون. لا لا لا، لازم شوفه أتفهم أنا وياه، حتى بدي استشير محامين تانيين، بدي شوف كيف بدنا نطوق القصة ونطلع منها مثل الشعرة من العجين. سؤال، إذا دري جابر شو رح يصير؟ رح نتعتر كلياتنا، مو بس أنتي، أنا شو رح يصير فيه؟ قيمت مني هيا ورياض، شو رح يصير فيه؟